تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. بالعافية دكتورة. الله يعافيك. صباحك الله بالخير دكتورة ندى. صباحكم الله بالنور والسرور في يوم الأحد، يوم اللي يحبه كل أحد. كل أحد أوكي، لازم كل أحد يحبه، لنا أول يوم في الأسبوع أهلي. وإذا كان طاقتنا إيجابية ترى الأسبوع والله يمشي زين. اليوم تقولي لي طاقتك سلبية؟ أنا طاقتي سلبية؟ لا يعني لازم نسوي شيء شوي نكش، يعني نسوي حركاتي. تدري يوم الأحد واحد يكون وأنت ما شاء الله راد من رحلة جميلة، فيعني أكيد تكون شوي تعبان، فعشان تحس بنشاطي نشحذ همتك. شكرا. إذن رحب أيضا بطاقم البرنامج معنا اليوم، فريق الإعداد ميرا الإخفلي معنا في التنسيق، ومعنا ناصر السليمي كالعادة. قولي لي يا ميرا سمعت، أنا ما عليك لو أسولف. طيب نذكركم بأرقام التواصل لما ميرا تقول حق محمود. أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا مثل ما دائما نقول هذه قنوات تواصل، إن هالبرنامج أصلا برنامجكم ويثرى بتواصلكم معنا. طرشونا ملاحظات، شكر، شكوى، سؤال طبي، مسألة طبية، شيء سمعتوا على وسائل التواصل، معلومة طبية حابين تتأكدوا منها صحيحة أو لا. ودائما نذكركم تواصلوا معنا من بداية البرنامج عشان نسهب في الإجابة، يعني نعطي السؤال حقه في الإجابة ونغطي كافة المعلومات فيه. فتواصلوا معنا عبر ساعة على الهواء. طيب دراستنا الأولى اللي ما نبتدي فيها برنامجنا يقول لك بعض فيروسات الإنفلونزا قد تحرم الإنسان من الذاكرة. عرفتي؟ إيه. إنزين، أجرى العلماء الألمان تجربة على إناث الفئران المصابة بسلالتين من الإنفلونزا، ولاحظوا تغيرات طرأت على بنية الحصين ووظائفه خلال فترة أعقبت الإصابة بالإنفلونزا. شو هذا الحصين؟ الحصين يمكن جزء في الدماغ. أنا أعرف الحصين الثعلب. صج؟ إيه. بالفصحى ما أعرف. لا محمود أكيد قطعة جزء من الدماغ بس ما أعرف للأسف العربي. طيب عموما يقولك على الرغم من أن الإنفلونزا مرض ينتقل عبر الجهاز التنفسي، إلا أنها ترتبط في بعض الأحيان بأعراض عصبية، غير أن العلم لم يدرس إلى حد الآن تأثير الإنفلونزا على الدماغ. انزين في عنا أسئلة بعد إن شاء الله ما رد عليكم يا جماعة الخير، بس هيدوا علينا شوية. انزين، وقام العلماء الألمان بدراسة سلالات H1N1 و H3N2 و H7N7. H1N1 هذه إنفلونزا الخنازير. نعم. كانت نعم. انزين H3N2 إيبولا. لا لا مو بقول لا. السلالة الثانية من سلالات الإنفلونزا، ترى الإنفلونزا وايد لها سلالات. المهم هذه السلالات أصابوا بها الفئران المخبرية، واتضح أن السلالتين منها H3N2 H3N2 وH7N7 تسببتا بإصابة الذكر بخلل نتيجة تغيرات طرأت على بنية الحصين. أنا هذا الحصين هذا ما أعرف. أحب أدور عليه. إنزين. المهم وأثرت هاتان السلالتان أيضا على نشاط الجينات المرتبطة باضطرابات عصبية جدية مثل الاكتئاب ومرض التوحد والفصام. لا تعبي عمرك دكتورة، لأن مش هذا الغرض من الدراسة. الغرض من الدراسة أن الاستنتاجات هذه اللي توصل لها العلماء الألمان بافتراض أن بعض سلالات الإنفلونزا يمكن أن تشكل خطورة على صحة الدماغ. صحيح. وتتطلب هذه الافتراضات إجراءات مزيد من البحوث الطويلة والواسعة النطاق للعمليات العصبية الخطيرة التي قد تجرى لتأثير الإنفلونزا
في منطقة الحصين، هذا جزء من الدماغ. الدماغ هو الهايبوكامبس، عرفنا الحين هايبوكامبس جزء من الدماغ المسؤول عن الذاكرة. انزين شو الهايبو؟ شو هايبوكامبس؟ يعني انت شرحتي لنا اياه، فسرتي يعني فسرت الماء بالماء. انزين عموما تعليقك على هذه الدراسة دكتورة، لان عطوا اناث الفئران، لاحظي ان في بداية الدراسة قلت اناث الفئران، ركزت على اناث. هو طبعا وليش النساء اناث؟ ترى المرأة ما تنسى عكس الرجل، الرجل بسرعة ينسى يمكن، ما اعرف. بس طبعا انفلونزا هو مرض موسمي ووايد لا اعراض جانبية أو وايد لا مضاعفات، ولكن الحمد لله الحمد لله مع تقدم الطب وجود تطعيمات الإنفلونزا فإن هالمضاعفات ما صرنا نشوفها وايد، ولكن في لها مضاعفات. ممكن يسوي التهاب في أغشية الدماغ، ممكن يسوي التهابات في الصدر وغيرها وغيرها. تأثيره على الدماغ موجود من زمان، يعني إنه ممكن يسوي التهاب في الأغشية السحائية للدماغ، الأغشية المحيطة بالدماغ، لكن بالذاكرة هذه أول مرة أسمع الدراسة. فوالله ممكن عشان كذي الناس ذاكرتها ضعيفة كلها تقول أنسى من كثر ما يصابون بالإنفلونزا. يعني والله دكتورة أنت بعد وايد تنسين ما شاء الله. أنا وايد أنسى؟ هي عشان جيت تكتبين كل شيء. هي عشان أنا فعلا يعني لازم أكتب. إنزين شعيب من الجزائر يقول صباحكم الله بالخير جميعا. وأيضا في عندنا يسألون فوائد الزنجبيل ما هي؟ الزنجبيل طبعا فيه مضادات أكسدة، جدا جدا مفيد لحالات الزكام، الكحة، طارد للبلغم، مقوي للمناعة وغيرها. طيب دكتورة يعني في بعض التطعيمات اللي ناخذها بالنسبة للإنفلونزا هذه مدى أهميتها؟ هل هي ضرورية ناخذها ولا ممكن واحد يعني في بعض الناس عندهم تحفظ على مثل هذه التطعيمات؟ أنت شو رأيك؟ بالضبط تطعيم الإنفلونزا حنوصي الكل يأخذه من عمر 6 أشهر، الأطفال من عمر 6 أشهر يقدرون يأخذون تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا. تطعيم الإنفلونزا إحنا ليش نوصي فيه يا جماعة؟ لأن تشوفون مع تغيرات الجو ومع ما شاء الله اختلاف الجنسيات الموجودة في البلاد والناس السافر وترد، ففي فيروسات كثيرة منتشرة، وفيروس الإنفلونزا بوجود التطعيم صار شوية أقوى عن قبل، فالناس وايد صار تتعب من الإنفلونزا. فنحن ننصح الكل إنه يأخذ تطعيم الإنفلونزا، ونشدد على الناس اللي بيروحون العمرة أو الحج، طبعا المرضى الكبار السن، كبار السن ضروري يأخذون تطعيم الإنفلونزا، مرضى السكر ضروري ياخذونه، الحوامل طبعا يفضل ما ياخذونه الا في الحالات الضروريه جدا جدا، هي بتسافر العمره مثلا مطلوب عليها، ولكن احنا يفضل انها ما تاخذه الا في الحالات الضروريه. طبعا بعد بالاضافه لتطعيم الانفلونزا بالنسبه لكبار السن اللي عندهم سكر بعد عمر 65 ننصحهم بعد ياخذون تطعيم للنزلات الرئويه اللي ياخذونه قبل عمر 65 مره كل 5 سنوات اذا ما كنت غلطانه، وعقب عمر 65 ايضا. فتطعيم الانفلونزا جيد، الفكرة الخاطئة نرد نقول لأن عند الناس إذا أنا أخذت تطعيم إنفلونزا لن أصاب بالإنفلونزا، وهذا كلام خاطئ. سوف تصاب بالإنفلونزا لكن راح تكون مدة الإصابة فيه والأعراض المصاحبة لا، وفرصة أن تيك مضاعفات أقل. وبعد ما تأخذ التطعيم بس عشان الناس تكون عارفة، مدة 5 إلى 6 أيام بتحسون كأن عندكم إنفلونزا، لأنه هو عبارة عن الفيروس بس إحنا ضعفنا خففناه شوية، فتحسون بأعراض الإنفلونزا شوية حرارة، ألم في الجسم، فتكون في أعراض الإنفلونزا، وبعد هذا تكون المناعة عندكم مضبوطة إن شاء الله، فيكون أعراض الإنفلونزا أخف. إيش معنى كل التجارب على الإناث وليس الرجال، أو أن الرجال فقط العمليات والتجميل فقط؟ ترى العلماء كلهم ريايل فيسوون على الحري، والله ما أعرف، لازم أسأل ليش دائما التجارب تكون على الإناث من الحيوانات، لازم أسأل. طيب ارتفاع الضغط والسكر، انا ما فهمت السؤال، شو تقصد او شو تقصدين يا ساره؟ للزنجبيل يمكن؟ ما ادري بس طرحت سؤال زنجبيل، يمكن فوائد هذا يعني زين حق الضغط والسكر. كل شيء زين، يعني المواد الطبيعيه دائما زينه، ولكن ما نكثر منها، ما نزيد منها، لان للاسف احنا عندنا الزنجبيل مثل حليب الزنجبيل مصاحب له كميات هائله من السكر الناس تضيف عليه، فما نبالغ فيها. هي تقول ان شو المشروبات اللي تساعد ان الواحد شو اسمه يخفف ضغطه؟ المشروب الذهبي الماء، اشربوا كثيرا من الماء، ينظم لكم الدورة الدموية، يحسن ضغط الدم، يحسن تصريف السكر في الجسم، يحسن عمل الكلى، بالتالي تحسين تصريف السكر وتنظيم ضغط الدم. إذا حد ما يحب يشرب ماء دكتورتي، الماء خالي يعني شو ممكن يحط؟ خذوا ماء بنكهات محمود، حطوا فيه نعناع، حطوا فيه فواكه، فراولة، هذا زين يعني مواضيع الديتوكس هذا الواحد يستخدمه وكذا؟ مو كديتوكس بس في ناس فعلا ما تستحمل طعم الماء الخالي، تحس انه يلوع كبدها احيانا، فضيفوا عليه نكهات،
بس لا تحطون عليه عصير البودرة هذا تحطون عليه، لا حطوا فواكه، قصصوا فراولة ونعناع وحطوا فيه يستوي طعمه شوي أفضل. لكن الماي هو المشروب الذهبي رقم واحد، تقريبا خالي من السعرات الحرارية وتشربونه بأمان ويحسن عمل الوظائف الجسم كلها. طيب صباحكم الله بالخير جميعا، شكرا لكم. ما نطلع فاصل إن شاء الله، بعد الفاصل موضوعنا الرئيسي اللي منتكلم فيه عن مركز دبي للتبرع بالدم، بناخذ كل التفاصيل الخاصة عن التبرع بالدم. بتكون معانا إن شاء الله في الاستوديو دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم في حوار كامل شامل إن شاء الله عن الإجازات الحقق، وهو أيضا عن الكثير من الأسئلة اللي قد ترد في ذهن الناس يعني حول التبرع بالدم. فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل ما نرجع. ولكن دكتورة نذكرهم بأرقام التواصل ضروري اللي يبغي يتصل فينا الحين يا جماعة الخير، لا تدقولنا على آخر الحلقة ما نقدر ناخذكم، لأن بيكون عندنا يعني فترة بسيطة ما 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 يمدينا ناخذ أي اتصال. بالضبط، أرقام التواصل 600-551-1414 ورسائل النصية على 4006 وبعد لايف على نور دبي على الانستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. نذكر بأرقام التواصل دكتورة ندى. يلا زيادة الخير خيرين، على 600-551-1414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على انستغرام، وشالي متفاعلين على اللايف. تقول فعلا أنا ما أحب أشرب ماي وأغلب الأحيان أخذ ماي في مطعمات. يعني في حد يقول أنا نفسي أنا ما أحب الماي الحالي بس أحط فيه عصير سائل كم نقطة، هالشيء صح ولا؟ عرفت تحطون شوي شو عشان يعني تعصر كم النقطة شيء عصير؟ شوفوا كم النقطة إن شاء الله ما تضر، أنا ما أحب أشدد في الموضوع وايد، بس حاولوا تأخذونه من يعني ترى العصير كله عبارة عن مواد حافظة، حطوا فواكه طبيعية أفضل. جميل. هني زميل العزيز كفاح الكعبي وزميل العزيز محمود والدكتورة ندى أصحاب السكري اللي يبغون يتبرعون بالدم لازم يكونون صيامة، وإن ما يهم الأكل والغير مرغوب في تبرعهم بالدم. وصلت بكرة. هذا موضوعنا. أيوة. نحن الحين معانا في الاستوديو دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. وش صبحت الله بالخير دكتورة، ووايد نستانس يوم تكوني معانا في الاستوديو تعطينا طاقة إيجابية. صباح النور والسرور، وشكرا لكم انتوا اصحاب الطاقة الإيجابية ما شاء الله عليكم. طيب قبل لا ندخل في تفاصيل الحوار خلينا نرد على زميل كفاح الكعبي سألنا هذا السؤال ونشوف نحن شو. صباح الخير ويا أهلا بك. بالنسبة للأصحاب اللي يكون عندهم السكر، لا طبعا يفضل أنه كل المتبرعين بالدم أنه يجون يكونون ماخذين فطور أو ماكلين فد وجبة خفيفة قبل التبرع بالدم. بالنسبة لمصابين بالسكر إذا السكر يعالجوه عن طريق حبوب ويكون معدل السكري بالمعدلات المقبولة الطبيعية يوم التبرع بالدم ممكن يتبرع، لكن إذا يكون يأخذ الإنسولين كعلاج للسكري فلا يفضل تبرعهم بالدم. يعني اللي من تايب 1 السكري الفئة الأولى والفئة الثانية هذا يختلف من بينهم ولا؟ لا مش تايب 1 وتايب 2، لأنه الإنسولين مرات يعطى للأنواع المختلف أنواع السكر، لكن إذا هو في علاج يعتمد على الأدوية الحبوب والريجيم الدايت المعين ويكون يوم التبرع بالدم ممكن أنه نشيك نسبة السكر في معدلات المقبولة ممكن يتبرع بالدم. تايب 1 يعالجونه من غير إبر إنسولين؟ لا تايب 1 يحتاج إبر إنسولين محمود، لأن المشكلة عندهم أصلا ما البنكرياس ما تفرز. فتايب 1 يعني ما تايب 1 كلهم ياخذون انسولين، تايب 2 قسم ياخذون حبوب قسم يحتاجون الى وفي شطار بالرياضه، اذا وايد شطار بالرياضه في البدايه نبتدي معهم. طيب يا جماعه الخير هذا المركز اللي نتكلم عنه تم تاسيسه عام 1986. الحين يعني المركز يعمل دائما بمسؤوليات وواجبات تجاه المجتمع وافراده، ونحن نتحدث عن فئة وايد مهمة. هذه الفئة اللي تضطرهم الظروف دكتورة انزين
انهم يكونوا محتاجين لقطرات دم ممكن تنقذ حياتهم. بالضبط، خصوصا لا بديل للدم البشري. صحيح. المركز طبعا هو الجهة الوحيدة للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي، وفي إمكانيات وتجهيزات وتقنيات متطورة في مجال السلامة وسلامة الدم ومأمونيته. هذه مسائل كلها من أطرحها عليك دكتورة مي. خلينا في البداية نتحدث عن شو تبغي نتكلم عن الفعاليات والإنجازات، خليها آخر شيء ممكن نحن نتحدث عنها. خلينا نتكلم عن إمكانيات المركز هذه اللي نتحدث عنها، مركز دبي لتبرع بالدم ومستواه العالمي. نعم طبعا، مثل ما تفضلتوا انه مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد في هيئة الصحة في دبي لاستقبال المتبرعين بالدم، والمتبرعين بالدم دائما نقول انهم ناس يتبرعون طبعا، فالتبرع بالدم في دولة الامارات هو طبعي بنسبة 100%. فطبعا حتى نخلي الناس يجون يتبرعون بالدم، وهي مش عملية يعني قصيرة جدا، الشخص لازم يتوجه لنا بشكل طبعا يصرف من وقته للتسجيل، تعبئة استبيان، فحص فحوصات طبية قبل التبرع بالدم لضمان سلامته، ثم يتبرع بالدم. فهو مشكور يعني حقيقة، التبرع بالدم من أنبل الأعمال الإنسانية، لأن شخص يقضي كل هذا الوقت ويتوجه لنا حتى يتبرع بدم لشخص بدون مقابل. في تقريبا 95% إلى 98% لأشخاص سوف لن يراهم طول حياته، يعني هو ما يعرف إلا منه يتبرع، لا صغير لا كبير. فهذا حقيقة من الأعمال الإنسانية النبيلة، زائدا أنه المتبرع بالدم أثناء التبرع رح يتعرض لوغزة أبرة ففيها ألم بسيط، فكل هذا ما فيها ألم لا يا فيها ألم بسيط يعني، بس قصدي يعني أبين للجمهور انه كيف انه هذا الشخص حقيقة ده يعمل عمل نبيل. هذا اللي عنده فوبيا من الإبر دكتورة ما بيه. لا، الإبرة الخاصة بالتبرع بالدم حقيقة يتم تصميمها تكون حادة بحيث تدخل الجلد بدون آلام، يعني هي مخصصة للتبرع بالدم. صح. ودائما احنا نحب المتبرع يجينا بصورة متكررة، فما حنأذيه او نخليه انه يجي وما يرجع. تدلعونا هناك دكتورة ما في المركز. صحيح، وكان وصون جميل عندما هناك بعد التبرع بالدم. وهذا طبعا الشيء اللي تتميز به مراكز التبرع بالدم في الهيئات الصحية، انه احنا ما نستقبل مرضى. بالضبط، باقي المراكز المستشفيات تستقبل مرضى، لكن احنا نستقبل ناس أصحاء جايين بصورة طوعية. فلذلك نحاول جهدنا أنه نخلي المكان مريح، نقدم لهم يعني عصاير، وجبات خفيفة إذا يكونون تعبانين أو متريقين أو متغدين وقت الظهر، حتى يأخذون شيء خفيف قبل التبرع بالدم. وطبعا جهدنا بدعم من القيادات العليا في هيئة الصحة في دبي وإدارات مختلفة، أنه نسرع عملية التبرع بالدم ونقصرها من خلال تطبيقات ذكية لتواكب استراتيجية هيئة الصحة، وطبعا حكومة دبي في كون الخدمات ذكية وسريعة. وحمد لله يعني كانت هذه واحدة من الأشياء اللي نريد بها نريح المتبرعين ونساعدهم على الرجوع لنا مرات متكررة. صحيح. طبعا لما ذكرت التطبيقات الذكية دكتورة مي، في تطبيق طبعا مميز من نوعه هو تطبيق دمي اللي كان مرشح ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية. تكلمينا عن هذا التطبيق وكيف ساعد المتبرعين في الدم ليكون عملية التبرع أسهل لهم. نعم طبعا، تطبيق دمي تم ترشيحه ضمن أفضل 8 مبادرات على مستوى إمارة دبي الحكومية للحكومة الذكية. وهو تطبيق ذكي الأول من نوعه في بعض خصائصه على مستوى العالم. فطبعا في تطبيقات ذكية تخص المتبرعين في مختلف دول العالم، لكن اللي طبعا تعطي معلومات عن التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، ممكن للأشخاص اللي يرغبون تحميله، موجود على الأبل والأندرويد الأنظمة، وموجود باللغة العربية والإنجليزية. لكن اللي يميز هذا التطبيق هو أنه إحنا سعينا أنه نجعل التطبيق للشخص اللي يستخدمه ممكن أن ينجز جزء من إجراءات التبرع بالدم عن طريق التطبيق، وهو قراءة المعلومات التثقيفية قبل التبرع بالدم. وهذه طبعا واحدة من متطلبات الاعتماد الدولي، معايير عالمية، أن الشخص لازم يقرأ معلومات تثقيفية قبل لا يتبرع حتى يعرف يجاوب الاستبيان.
بالضبط. والاستبيان هو مش أسئلة روتينية، هي أسئلة تخص قسم منها لح تخلينا نأجل تبرع المتبرع لأشياء تخص صحته، وفي أشياء تخلينا أنه ما نأخذ دم من هذا الشخص لأنه ممكن أنه يؤثر على المريض مستلم الدم. فالاستبيان جزء جدا مهم من إجراءات التبرع بالدم للتأكد من سلامة المتبرع وسلامة الدم اللي ممكن أنه بعدين يصرف للمريض. فعن طريق دمي ممكن للشخص أنه يعبي الاستبيان ويعبي معلوماته، وبضغط على زر أنه تم تنتقل جميع المعلومات اللي سجلها إلى النظام الإلكتروني في مركز دبي للتبرع بالدم. فمن يجينا للمركز يتبرع حتى يتبرع يكون تقريبا قد قلص من الفترة الزمنية 20 دقيقة مقارنة بالإجراء السابق. صحيح. وبالإضافة لهذا طبعا هذا يكسب رضا المتعاملين، وبالإضافة لهذا واللي يميز التطبيق هو إتاحة الفرصة للجمهور من الأشخاص اللي يقدرون يتبرعون بالدم تسجيل بياناتهم الاسم والإمارة وصنف الدم إذا يعرفه، حتى نحطه في قائمة المتبرعين في الحالات الأزمات والطوارئ. وهذا طبعا شيء جدا مهم بالنسبة لنا، يوسع من قاعدة البيانات اللي عندنا. في كثير مرات تصير حالات طارئة ونحتاج إلى صنف دم معين، فنستطيع الوصول إلى هذه البيانات. قبل يومين كنت مع أحد المسؤولين من إدارة تقنية المعلومات، فشفنا أنه عدد الأشخاص اللي منذ أطلقنا التطبيق دمي لحد الآن في عندنا تقريبا 790 شخص سجلوا انه ممكن ان نتصل فيهم للحالات الطارئة، وهذا فشي جدا جميل بصراحة فرحنا فيه. لح يتم التواصل معهم بس لشكرهم على تسجيلهم، ونكونون هم موجودين في الداتابيز عندنا في قاعدة البيانات. ممتاز. نحن دكتورة ما نكمل معاك الحوار ان شاء الله بعد ما نطلع فاصل، لكن ناصر اسمح لي بس بقرأ هذه الرسالتين على السريع. والسلام عليكم، انا عندي سؤال، ما صحة ما يتداول من وقت الى اخر ان اكل الموز بعد اكل البيض يؤدي الى الوفاة؟ شو دكتورة؟ انا كل يوم اكل موز ترى، وبعد واحب البيض ما لا يعني اتذكر في مسجات كانت تطلع اشاعات الواحد اذا كل اللبن والسمك الموز والبيض ما لهم، هيك نقول اذا اخذت اللبن بعد السمك تسمم، هذا كلام خاطئ بارك الله فيكم. خاطئ. يقول استفسار هذا حسين بقوله بعد الفاصل. احب اشرب شاي سليمان، يقصد شاي بدون حليب مع ليمون، هل مفيد؟ مفيد يا ابو براي. هل هناك فوائد لشرب الماء الساخن في الصباح او المساء؟ والبعض ينصح باكل كوب زبادي. كيف تاكل كوب زبادي مع قطرات ليمون في العشاء لتخفيف الوزن؟ لا، ولكن لصحة المعدة كوب ماء فاتر ما يكون حتى ساخن زين، هي المعدة لاستقبال اكل خلال اليوم، بس تنزيل الوزن لا. زين، وبالنسبة للزبادي مع قطرات الليمون على العشاء الزبادي اي الروب، نعم انه جيد. حسيتي اقرا اعلان انا. زين دكتور احنا سامحين طلعنا برا على الموضوع لان كنا فاتحين موضوع قبل الفاصل، ف يعني ما حبينا ان يعني تروح الفائده على المستمعين. عموما ما طلع فاصل ان شاء الله وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. ارقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على انستغرام. نذكركم بان معنا الدكتوره مي رؤوف مدير مركز التبرع بالدم، فهي تصاحب دبي نتكلم عن خدمات المركز. على طاري الرسائل النصيه، في رساله تقول هنا عندي كحه جافه خاصه عند الكلام منذ اكثر من سنه، وقد تعالجت مرات ومرات في الحكومه الخاص دون نتائج، فماذا تنصحوني؟ لازم اعرف شو التشخيص اللي اعطوك اياه، اكيد اعطوك تشخيص او اثنان يعني، ولكن احتمال كبير تكون حساسيه، احتمال يكون في عندك ارتجاع من المعده في اكثر من سبب. طيب الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله، ما فيك الا العافيه ان شاء الله، ما دام انت امورك طيبه العب رياضه واشرب ماي زين الماي. نعم. عموما نرجع حق الدكتوره مي. دكتوره كان في عندنا هني احد حسين الشيبه كان يسال يقول اللي يكون حامل بمرض التلاسيميا هل يستطيع التبرع بالدم؟
في مركز دبي للتبرع بالدم حسب معاييرنا منفضل الحاملين لمرض الثلاسيميا التبرع بالدم وذلك الحفاظ على صحتهم. عشان بس الناس ما تفهم انه هو الناس عبارة تقول بعدي الناس بالثلاسيميا طبعا ما بترمون تعدونه، هو عشان انخفاض معدل الهيموغلوبين عندهم، عندهم دائما عرضة للهيموغلوبين يكون اقل، فالتبرع بالدم كميته اصلا تكون يعني شوية يعني كبيرة بالنسبة لهم هم ومعدل الهيموغلوبين عندهم. طيب احنا طبعا شروط التبرع بالدم بالغاية الرئيسية انه نحمي المتبرع انه بالضبط. بعد التبرع بالدم ما في اي شيء ضره، وبعدين طبعا ننظر للنقاط اللي طبعا تهم متلقي الدم وهو المريض. طيب دكتورة نحن بناخذ المحاور الجاية على السريع. اول شيء خلينا نتكلم عن المنافذ اللي لتصريف الدم، شو اللي يسوون فيه؟ كيف يعني وين نصرف الدم؟ لا الدم عبارة عن انتو تاخذون منه وايد اشياء مثل البترول. نعم طبعا مع اختلاف التشبيه طبعا محمود احنا ما ذكرنا انه مركز دبي، حب اذكر انه هو معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية وهي المعروفة عالميا بصرامة معاييرها، والحمد لله تم اعتماد المركز لثلاث دورات منذ عام 2012 وفي عندنا اعتماد الرابع بإذن الله تعالى في نوفمبر هذا العام. طبعا الدم بعد ما يتبرع به في عندنا عدة انواع للتبرع بالدم، في عندنا التبرع بالدم الكامل وهو الشخص يتبرع ب 450 مليلتر من الدم الكامل ويطول عملية التبرع بالدم 6 إلى 8 دقائق، وفي عندنا التبرع بالصفائح الدموية وأنه الشخص يجي يعطينا صفائح دموية واللي تستخدم لعلاج مرضى اللي عندهم نزيف أو عندهم اعتلال وراثي في عمل الصفائح الدموية. وفي عندنا أدخلنا في عام 2016 تقنية جديدة وهي التبرع بوحدتين دم كامل، وأنه الشخص يتبرع وحدتين دم مركزة ويستبعد من التبرع بالدم لمدة 4 شهور، وذلك طبعا هذه تفيد مرضى الثلاسيميا لأن حتكون وحدتين دم من شخص واحد فتقلل المضاعفات اللي تأتي بعد نقل الدم. بالنسبة للسؤال اللي سألتني يا محمود، شو محضر احنا من الدم بعد ان يتبرع المتبرع بكيس دم؟ يروح هذا الى مختبراتنا لفصل الدم الى مكوناته، فنقدر من كل كيس دم نستخرج وحدة دم مركزة وهي طبعا تعالج فقر الدم، ونستخرج صفائح دموية مركزة قليلة الحجم تعالج النزيف، ونستخرج بلازما الدم الطازج البشري وهذه طبعا تستخدم لعلاج الحروق وتعويض السائل نقص في سائل الجسم في بعض الحالات المرضية. فمن هنا طبعا أحب أقول للمتبرعين بالدم اللي يتبرع بالدم الكامل رح يساهم في إنقاذ 3 أشخاص 3 مرضى مختلفين بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. دكتورة ما في سؤال، السلام عليكم، هل مسموح لمن تاخذ حبوب منع الحمل التبرع بالدم؟ وإذا توقفت بعد كم يسمح للتبرع؟ حبوب منع الحمل ما تمنع التبرع بالدم. بالضبط. في تفضل محمود. يقول هنا رجال اتصال اخ محمود، حاولي تكلمينا ميرا شوفي اذا بيطلع معانا على الهواء ولا لا. طيب في عندنا جهات أكثر طلب للدم منها الثلاسيميا. نعم. زين، شو الجهات الأخرى دكتورة؟ حسب إحصائياتنا 18% من الدم المسحوب يروح إلى مركز الثلاسيميا، وبعد هذا طبعا تتوزع الدم تقريبا 15% يروح إلى مستشفيات القطاع الخاص في إمارة دبي. نعم. وبعد الباقي يتوزع على مستشفيات هيئة الصحة، طبعا مستشفى راشد ومركز الطوارئ في لهم نسبة كبيرة من الدم، وكذلك مستشفى دبي طبعا لأن فيها تخصصات تعالج أمراض الدم وسرطان الدم فيأخذون نسبة كبيرة من الدم، ومستشفى حتى كذا. هني أبغى أسأل سؤال الحين حكم أنتوا الاثنين، أنا سمعت أن في شغلة مسوينها ممارسات جديدة في ترشيد استهلاك الدم المتبرع به. صحيح. حد يخبرني شو هذا يعني؟ طبعا هذا سياسة هي جديدة في مختلف دول العالم، بدت في أوروبا، وهي أنه مش استرشاد استخدامه بغرض أنه نوفر الدم بس لعلاج المريض بصورة صحيحة. صحيح. حيث لاحظت إن الدراسات والإحصائيات أنه في استخدام غير مرغوب فيه للدم، مثلا يكون شوية نازل لنسبة الهيموغلوبين الطبيب يأمر بدم ما في إلى حاجة، لأن الدم قد ما نقول أنه في فحوصات ومع
معمول بفحوصات كبيرة. طبعا هو آمن وسليم، لكن مرات كثيرة يكون فيه مضاعفات أو أعراض غير مرغوب بها بعد نقل الدم. بالضبط. فالحين في أوروبا بدت هذه السياسة اللي هي يسموها proper blood management، انه تقلل من استهلاك الدم، لكن شافوا انه في تحسن كبير في حالات المرضية ونزول في المضاعفات اللي تصاحب نقل الدم. بالضبط. صحيح. نعم. دكتور مي، وحتى كان في اجراء شائع انه لما المريض يتم حجز موعد العملية له، يتم حجز كمية كبيرة من الدم على اساس اذا هو احتاج. نعم. فكان في حجز لكميات كبيرة من الدم وبعد هذا المريض ما يحتاج. نعم. وكم المدة ممكن نحط الدم ممكن يكون صالح للاستخدام دكتورة ما عندكم في البنك الدم؟ كريات الدم الحمراء تبقى 42 يوم فترة صلاحيتها. نعم. الصفائح الدموية 5 أيام فقط. وبلازما الدم ممكن أن تخزن لمدة سنة. لكن اللي ذكرتي دكتورة جدا صحيح، واللي تعاني منه بنوق الدم. نعم. لأن يتم حجز كميات كبيرة من الدم باسم مريض معين ولا يتم استخدامها بعد هذا، وتكون مثلا في مرات حالة طارئة ومحتاجين صنف معين، خصة أصناف الدم اللي قليلة التواجد في البشر مثل الأصناف السالبة. نعم. فهذه مثلا يحجزوها لفترات طويلة وبعدين مثلا لا يتم استخدامها، فهذا يعتبر هدر للدم خصوصا. صحيح. إذا تم يعني إبقائها لحد ما تصير منتهية الصلاحية. والحين إن شاء الله إحنا نشتغل عن طريق لجان نقل الدم داخل المستشفيات في يعني توعية الأطباء بما يخص سياسة الترشيد في استهلاك الدم لمصلحة المريض أولا، يعني مش لأنه ترشيد حتى لا نستخدم الدم، بس يكون في استعمالات صحيحة. سؤال، شو هي الموانع اللي تمنع الرجل أو المرأة من التبرع بالدم؟ طبعا في شروط للتبرع بالدم. نبديها بالعمر، لازم الشخص يكون عمره بين 18 إلى 65 سنة، وبالإضافة لهذا لازم يكون الوزن أكثر من 50 كيلوغرام، لأن طبعا هذه محسوبة أنه كمية الدم لها علاقة بوزن الشخص وطوله. فضغط الدم لازم يكون بالمستويات الطبيعية، والنبض درجة حرارة تكون طبيعية، وبالإضافة لهذا لازم الشخص يكون يتمتع بصورة عامة بصحة جيدة. ما نفضل شخص عنده مثلا أمراض بالقلب يتبرع بالدم، أو عنده أمراض مزمنة بالكلى من التبرع بالدم، ولا شخص يحمل مثلا أمراض سرطانية أو يستخدم علاجات معينة من التبرع بالدم، وهذا طبعا كله حفاظا على صحته. بالإضافة إلى هذا طبعا في أشياء تمنع أخذ الدم من المتبرعين إذا كان مصاب سابقا بالتهاب الكبد الوبائي أو التهاب الكبد نوع جيم، أو أمراض وراثية تسبب تكسر الدم. في كثير من النقاط اللي ما نفضل أنه ناخذ من الشخص ويستبعد من التبرع بالدم. والاستبعاد نوعين، قسم استبعاد مؤقت مثل إذا إجوا حرارته عالية نقول له مثلا يصير زين أو ما ياخذ أنتيبايتك بعد ما يخلص العلاج ممكن يجينا. وفي استبعاد نهائي إذا كان الشخص مصاب بأمراض ممكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم مثل أمراض التهاب الكبد الوبائي أو جيم أو التهاب طبعا نقص المناعة المكتسب. فهؤلاء الأشخاص طبعا ما نقدر نسحب منهم دم لسلامة المريض. جميل. دكتورة مي، نتكلم عن فعاليات وإنجازات مركز دبي للتبرع بالدم خلال عام 2017. الحمد لله المركز له كثير من الإنجازات المجتمعية، واللي الغاية منها أنه طبعا التوعية والتثقيف حول أهمية التبرع بالدم. في عندنا كثير من كل سنة طبعا احنا نحتفل باليوم العالمي للمتبرع بالدم في 14 يونيو، وهو طبعا اليوم اللي تم تخصيصه من قبل منظمة الصحة العالمية وبعض الجمعيات العالمية، وهو ذكرى ميلاد العالم كارل لاندشتاينر اللي هو اكتشف فصائل الدم. ففي كل عام احنا في 14 يونيو نحتفل لتوجيه الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم على انجازاتهم ومساهمتهم في انقاذ حياة المرضى. بالاضافة لهذا في عام 2017 شارك المركز في مستشفى الخير اللي نظمتها هيئة الصحة في دبي، وكانت في حديقة البرشة في أبريل عام 2017، وذلك طبعا لنشر الوعي ولترسيخ أنه التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل.
بالإضافة لهذا طبعا عندنا احنا دمي لوطني نعم. وهي مبادرة تنظمها هيئة الصحة بدبي مع شركائها الاستراتيجيين، وهم طبعا خدمة الأمين والقرية العالمية والإمارات اليوم، وتهدف إلى توجيه الشكر والتقدير للمتبرعين وحث كل من يستطيع التبرع بالدم من التبرع بالدم من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات المعطاة. وهذه طبعا أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي الله يحفظه في عام 2012، وكل سنة تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني. وحمد لله في خلال 2017 قدرنا نسحب خلال 3 أيام من تواجدنا في القرية العالمية 1811 متبرع بالدم، وهذا يعتبر طبعا إنجاز. الغاية منها مو بس سحب الدم، بس نشر الوعي والثقافة حول أهمية التبرع بالدم، وأنه عمل إنساني وأنه سهل. إذا الشخص يكون يتمتع بصحة وعافية سهل عليه أنه يتبرع بالدم ويساهم في إنقاذ المرضى المحتاجين. صحيح. دكتورة مي، بس في سؤال أو اقتراح، يقول أنا ما أعرف شو فصيلة دمي، أقترح بوضع نوع فصيلة دم كل شخص يحمل بطاقة صحية أو بطاقة الهوية فقط، انه يوضع على بطاقه الهويه انه شو فصيله الدم مالته. اعتقد بطاقه التامين تكون مكتوب عليها. فكره جيده. الهويه لا مو مكتوب عليها، لا التامين، بطاقات التامين اظن يكون بعض بطاقات التامين يكون مكتوب عليها، بس يبان نضيف على بطاقه صحيه فعلا يكون شيء جميل. بطاقة الهويه ليش، بطاقه الهويه ليش ما يحطون فصيله الدم دكتوره؟ صح، مفروض مفروض يعني مع البصمه، مع انه صعب تبغين الصدق يعني. لا هو شويه يمكن صعب بالنسبه لبطاقه الهويه، بس البطاقه الصحيه تكون يعني مقبول جدا. بالعكس هذا شيء جيد، لان لا سمح الله اذا يصير حادث او شيء بالطريق المفروض يكون الشخص في عنده هويه تحمل صنف دمه وتساعد. او ان شاء الله يعني مع الحلول الذكيه ودخول نظام سلامه على الكثير من التطبيقات اللي موجوده في الهيئه، وحتى ان شاء الله نابض او نبض ان شاء الله بيكون يعني تطبيق يشمل الربط الالكتروني ما بين المستشفيات الحكوميه والخاصه كذلك، ولكن هذا ما يمنع دكتور انه يكون موجود. لا طبعا شيء جيد. احنا طبعا بطاقات المتبرعين بالدم تحمل طبعا صنف الدم، بس هذا اذا كان هو متبرع بالدم. تتذكرين فصيله دمي ولا نسيتي؟ او موجب. صح، ما بقول. لا عموما دكتورة نحن شاكرين لك يعني تواجدت معنا، وتمناكم التوفيق الدائم. سامحينا نحن مناخذ مداخلات على السريع قبل لا نختم، لان عطلناهم شوي على التليفون. شكرا. امينة صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. تفضلي. انا اختي تفضلي. بغيت اشتكي عن مستشفى دبي. انا حاليا مسوية عملية عمود الفقري. وقالوا لي بمستشفى راشد نحن ما عندنا علاج حقك، روحي مستشفى دبي. وقالوا لي خذيت تحويلة. خذيت تحويلة من 3 سنوات 2015 2016 2017 نحن 2015 لين اليوم ما عطوني موعد. واتصل فيهم أسأل تري الموعد بيطول، اتصل مرة ثانية تري الموعد بيطول، ولين اليوم ولا موعد. والحين أنا 3 سنوات ما أقدر أمشي، ما أقدر أمشي عدل مثل العالم، مسافة طويلة ما أقدر أمشي. هذا الموضوع يعني ما ينسكت عنه، اضطرابات وهذا انا ما كيف اسوي يعني. لا بس ما ينسكت عنه 3 سنوات وما يعطونك موعد يعني. ما يعطوني، يقولوا لي تعالي الطوارئ. انا بقى دكتور متخصص حق يعني الحاله اللي انا موجوده فيها الحين. اوكي، مو دكتور عام حق حراره وهذا. انا شو حالتك بالضبط؟ شرحي. عمليه عمود الفقري. منو اختي امينه؟ انت متى حولت من العيادات الى مستشفى دبي؟ ايه انزين الدكتور اللي تقول من مستشفى راشد. من مستشفى راشد حولوك؟ ايه قايلي لي روحي مستشفى دبي، احنا ما عندنا علاج حقك. يوم طلبت تقرير عشان اسافر برا اذوني اذيه مستشفى راشد، اذوني اذيه حق التقرير 10 مرات رايحة بس أبدل التقرير. طيب يعني ما حطينا شيء. أمينة ويا منو تروحين أنتي؟ أبوي روحة كبير بالعمر. أنتي وأبوك تروحين صح؟ هي. طيب ما عندك حد ممكن يكون يعني شوية يتحرك بشكل سريع وواحد ممكن يتابع لك هذا الموضوع؟ لا
لا والله روحي أنا أتابع عن نفسي، يا أمي يا أبوي. طيب كبار روحهم بالعمر. ترى المشكلة مين، أنا أحس أن في عندك مشكلة في عملية المتابعة معك زين، فعشان تي شوفي أنا باخذ رقمك عن ميرا ونحول الموضوع على عن المختصين، ولكن الموضوع في شيء يعني مو بواضح بالنسبة لي، إن وايد صعبة إن يكون في خلل 3 سنوات وما يتم التحويل وما يتم كذا. هذه من جهة. من جهة ثانية بالنسبة للتقارير الخاصة بالعلاج في الخارج، هذا في يعني آلية عمل مختلفة تماما في هذه المسألة، وفي لجنة طبية مشكلة وفي متطلبات معينة. مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن من مستشفى راشد يحولونك على مستشفى دبي وانت ما تاخذين الموعد، صح؟ هذه الشكوى الرئيسية ماتت. طيب بتابع لك الموضوع انا بروحي، لان احس في شيء شو اسمه مو بصح، فبشوف شو الموضوع وباكر ان شاء الله بعد بخبر المستمعين وبخبر الكل شو اللي صار وشو شو الموضوع كله. والله يشافيك ويعافيك ان شاء الله يا امينه، ما تشوفين ان شاء الله. واذا في شيء بعد ثاني تبغينا نساعد فيه خبرينا. لا شكرا. اوكي الله يشافيك ويعافيك، مشكوره يا امينه. طيب دكتورة أنا يعني هي مسألة أن 3 سنوات وما يتم التحويل صعبة. أتوقع اللي سوى مثل سوء فهم، هذا نشوفه أحيانا أن الدكتور يقول له سيري مستشفى دبي علاج هناك بس ما تحولت تحويل، هي بس سيري خلي يعطونك هناك موعد. فأظن هذا السوء، هي الأفضل كان مثلا ترد للعيادة وتقول لهم حولوني على مستشفى دبي تحويله على مستشفى دبي قسم قالت العظام العمود الفقري. بس بنشوف شو المشكلة عندها. هذا موضوع من حله بشكل سريع، بس صعب الموضوع. هي يعني الله يشافيها ويعافيها. أنا ليش سألتها؟ منو عندي؟ قالت عندي 2 أبوي وأمي كبار في السن. عليهم بعد. زين وهي مو برايمة التحرك. نحن خلينا نشوف إذا عندنا طبعا دائما ما يدورون سعادة العميل، فنشوف إذا في مجال حتى نطرش لهم حد من عندنا. يجيبها ويسوي لها كل شيء. نشوف بحاول هذا اللي نشتغل عليه. ناخذ اخر مداخله على السريع. عبد الوهاب صبحك الله بالخير. عبد الوهاب عندي اقل من دقيقه واختم البرنامج، تفضل يا سيدي. عبد الوهاب صباحك خير، تفضل. طيب انا اذا ما طلع عبد الوهاب ويانا. عبد الوهاب موجود؟ اي موجود وياك. هلا حبيبي عبد الوهاب، اهلا وسهلا. عبد الوهاب عندي 30 ثانيه عشان قبل لا اختم. 30 ثانيه اقول لك موقف طريف مر علي قبل 10 سنوات في قبل ما اصير هيئه الصحه دائره الصحه والخدمات الطبيه، وقالوا في مسوين دعوه للتبرع بالدم. فانا رحت هناك المكان للتبرع، احدى الاخوات تعرف ان انا الله رازقني بحرمتين يعني، دخلت في موقف ظريف قالت هذا عندي هنتين شطات الدم مالي، بعد انتم تاخذون عن الدم بعد زياده. جزاك الله خير يا عبد الوهاب. تذكرت الموقف هذا الحين لما مع موضوع الحلقه. حبيبي جزاك الله خير، مشكور يا عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك. الله يعافيك. الله يعافيك، شكرا لك. شكرا يا حليله، شافطين دمه زين وزاري تبرع بالدم. هو لو شافطين دمه ما قال الله رزقني بحرمتين، واضح ما شاء الله عليه انه مرتاح. الله يبارك لك ان شاء الله ويخلي لك حريمك. ها دكتوره تشجعين شو اسمه اللي يتبرع بالدم بس يكون على ذمته حرمه واحده ولا ثنتين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ يكون مسكر. اللي يتبرع اللي عنده حرمتين لازم يتبرع كيسين. كيسين صح؟ لان العطاء عنده اكبر. قلبه كبير. جزاكم الله خير، مشكورين دكتوره مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، شاكرين لك تواجدك ونتمنى لك التوفيق الدائم. شكرا لك دكتوره ندى الملة. شكرا لك يا محمد. وايضا ناصر السليمي كان معنا في الاخراج وفي التنسيق المبدع دائما ميرا الاخفلي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العجوي، ونلقاكم ان شاء الله في الغد مع مواضيع قادمة. فرق بين التحويل وسير إلى المستشفى. عموما منشوف الموضوع نحن. هذا يا جماعة الخير يعني في آليات عمل واضحة، من أحيانا قد يحدث شيء باكر منشوف الوضع شو اللي كان بالضبط وما نطرحها على الهواء بشفافية. صح دكتورة؟ أكيد صحيح. يلا نشوفكم على خير باكر إن شاء الله، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.